السلام عليكم اخواتي خاوتي، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفه الميني كيك، كما راكم تشوفوا بخليط رائع بمقادير يعني مضبوطه وسهله. كما راكم تشوفوا هنا عندي 4 حبات بيض، عندي 150 غرام سكر، عندي نص كاس زيت ما يعادل 75 غرام، عندي 40 غرام ماء، عندي 85 غرام زبده، اي نوع زبدة تكون عندكم، عندي كيس ونص خميرة، وعندي لافاني، وعندي ايضا 300 غرام فارينة. طريقة سهلة كما عودتكم، انا نخدم بالاشوار، تبعوا معايا الطريقة. هذه كانت من تحضيراتي لعيد ميلاد بنتي خديجة. هنا ضفت البيض، السكر، والزبدة مع لافاني كما راكم تشوفوا، والزبدة، ونخلط كل المقادير مع بعض. يعني وصفة سهلة وتجيكم يعني ما شاء الله، وعطتني كمية يعني الله يبارك. كما راكم تشوفوا هنايا، بعد ما خلط الزبدة مع السكر والبيض والافاني، راح نضيف الزيت ونواصل عملية الخلط. هنا لازم نخلطوا المكونات مليح باش نتحصلوا على الخليط يكون مليح. كما راكم تشوفوا هنا، بعد ما خلطت راح نضيف باقي المقادير. كما راكم تشوفوا نضيفوا الماء، الماء راح يعطيها يعني هشاشة، ونضيف الخميرة اللي هي كيس ونص، ونضيف نفس نصف الكمية من الفارينة ونخلط مليح. يعني وصفة سهلة وتعطيكم يعني مذاق رائع. بهذه الطريقة راح نكمل باقي الطحين او الفارينة. كما راكم تشوفوا يعني وصفة ما شاء الله، وجا يعني خفيف يهبل. كما راكم تشوفوا ما تنساونيش بالاشتراك واللايك. بهذه الطريقة في الاخير ضفت 3 ملاعق زيت باش يعطيني هشاشة للكيك، وخلط مليح. بهذه الطريقة راح نواصل الخلط. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. انا راح نخمل مكان العمل ونكمل معكم التحضير. هنا بالنسبه للاكواب اللي راح نحضر بهم ليمول، عفوا، كنت دهنتهم بالزبده وراح نرشهم بالفارينه. هنا هذو ليمول هما اصلا ما يلصقوش، لكن للحذر فقط درت لهم شويه زبده، دهنتهم شويه زبده بمساعده اكيد البنات دياولي. هذه الطريقة، وندرت لهم الفارينة ورشيتهم. صدقوني يعني جاو ما شاء الله، وطلعوا لي يعني روعة، رغم اني ما عمرت يعني الكوب حتى للنصف، وهكذاك وجاو ما شاء الله. شوفوا الكمية اللي ضبتها انا بعد ما دهنتهم لي، انا حنرشهم لها بالفارينة بهذا الشكل. ان شاء الله يكون كلش واضح. نحاول دايما نقدم لكم وصفات سهلة وتكون اقتصادية. اي سؤال، اي يعني استفسار، حطوه لي في التعليق، واكيد راح نرجع لكم ان شاء الله. كما راكم تشوفون ندير لهم كامل لافارين ساير داير بهذه الطريقة، ونبدأ نعمر معكم. انا راح نستعين بملعقة باش يعني يسهل عليا عملية ملئهم. حاولوا فقط كي تعمروهم ما تخلوهمش يعني يقيسوا الاطراف باش ما ينحرقوا الناش. وكانت الزين فقط يعني زينتهم يعني بشويه شوكولا. نوريكم الطريقه، هذا اختياري، التزيين يعود ليكم. بهذه الطريقه بعد ما نحيد كامل الزائد من بهذه الطريقه راح نحمرها معكم. هذا هو قوام الخليط، يعني ما يجيش خفيف وما يجيش ثقيل، هذا هو القوام تاعو. ان شاء الله تعجبكم الطريقه وتجربوها. انا راح نستعين بملعقه باش يسهل عليا عمليه الملء. راح نضيف حوالي ملعقتين في كل كوب الى ملعقه ونص، يعني هنا على حسب الحجم تاع الكوب اللي تستعملوه. هذا الشكل
لانه راح تزيد تطلع معايا، وطلعت ما شاء الله، راح تشوفوهم كيفاه جاو. تقدروا تستعملوهم كلمجة للاطفال، يدوهم معاهم المدرسة، لأي يعني لأي مكان، يعني الخرجات ولا للضيوف، لما لا. بهذه الطريقة راح نعمرهم كما راكم تشوفوا، عمرت لي 10 أكواب بهذا الحجم. أنا في هذه المرحلة وش راح نضيف؟ راح نضيف فقط كمية من الشوكولا، وهذا اختياري. أنا ما كانت عندي الكمية يعني بزاف، يعني درت لهم فقط يعني كمية قليلة من الأعلى كما راكم تشوفوا. أنا راح نكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة، وهذا اختياري. يعني شوكولا اللي حبيتو استعملوا، البيضاء السوداء يعني اللي تكون عندكم، نكملها ونوريهم لكم جاهزين. هنا بعد ما كملتهم كما راكم تشوفوا، هذه هي النتيجة اللي حصلت عليها. أنا كنت سخنت الفرن على 180 درجة، راح نطيبهم حوالي 20 إلى 25 درجة، يعني كل واحد والفرن تاعو، ونوريهم لكم. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما طابوا لي جاو ما شاء الله. راح نحاول اني نحيهم معكم، راهم سخونين كما راكم تشوفوا، تنفخوا جاو ما شاء الله، رغم اني ما عمرتش المول للنصف. يعني الكيكه هذه تجي ما شاء الله. هنا راح نستعيد موس، عفوا سكين، باش نشوف اسكو طابت ولا لا. خرج لي ناشف، ما يعني انه الكيكه تاعي طابت لي مليح. راح نحاول نحيها معكم رغم انه راه سخون كما راكم تشوفوا، ما لصقوليش جاو ما شاء الله. هاوليك الشكل تاعهم، اعتذر فقط لانه ما هم سخونين، وحاولت فقط نوريهم لكم كيفاه جاو. نتمنى تجربوهم، يعني جا الشكل تاعهم ما شاء الله، وتنفخوا يعني هايلين. هذا هو الطبق تاعي لنهار اليوم، نتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله ان شاء الله اذا عجبكم خلوا لي تعليق. واكيد دائما جديد معايا، فقط لما تطيبوهم كل واحد وكيف يحبهم، كاين اللي يحبوهم طيبين مليح، كاين لا. فقط عسوهم على النار، نقصوا لهم فقط النار وخلوهم يطيبوا. جاو خفاف، جاو ما شاء الله. انا راح نقسم معكم حبه للامانه، كما عودتكم دائما اني لما ندير وصفه يعني نوري لكم كيفاه جات، او الشكل تاعهم يعني جا ما شاء الله. راح نقسم معاكم حبه بعد ما بردت، لانه ما نقدرش نقسمها وهي سخونه. هاو ديك الشكل تاعو يعني جا ما شاء الله، طايب مليح، والشكل يعني جا هايل كما راكم تشوفوا، جا خفيف. نتمنى فقط يعجبكم الفيديو، اكيد